حذيفة بن اليمان في واحد قال له قال له يا حذيفة أنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وده في زمن التابعين، ده زول بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وما شافه، شاف الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا. قال له يا حذيفة أنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وكان يمشي على قدميه في الأرض؟ قال نعم. قال والله لئن أدركناه كان يمشي على أكتافنا لا نجعله يمشي على الأرض. يعني ذلك يوري أنه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من شنو؟ من حذيفة. قال يا هذا احمد الله، رآه من رآه ومنهم من كفر به وعاداه، ولقد رأيتنا يوم الخندق في ليلة شاتية شديدة البرد، ما منا من رجل إلا ويربط في بطني حجرا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. قال وفي شدة الليل في ظلمته وفي شدة البرد، قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال فسكت الناس. قال من يأتينا بخبر القوم وله الجنة؟ قال والله ما قام رجل من شدة الجوع والبرد. قال يا زول اشكر الله. قال والله ما قام رجل. فقال يا حذيفة فقلت لبيك رسول الله. قال ذهب فأتنا بخبر القوم. قال فذهبت فأخبرته صلى الله عليه وسلم آخر ما ذكر. حاب ديل يا أخي بيحبوه، والله جابوا اختاروا اختاروا ختاموا جنب النبي عليه الصلاة والسلام. الله ما عالم بالأمة دي، لو كان في أفضل منهم كان جابوا هن، إن جابوا الصحابة. لقيت في المولد الماضي السنة اللي فاتت دي واحد اسمه مين كذي الأزرق جايبينه في فيسبوك، قال نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله قريته بعيني. قال نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الصحابة له، والصحابة كانت في قلوبهم جفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كجفاء الوهابية اليوم. الصحابة وطلعوا الرسول عليه الصلاة والسلام صوفي. البرعي قال طيب دار الصوفي. طيب دي شنو؟ المدينة. والمدينة دار منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صوفي؟ الرسول كان بدوق نوبات صلى الله عليه وسلم، كان بلف كراع واحدي، كان بيشيل سبح، كان بيمشي وسخان ويفلفل شعره تعبدا لله تعالى، تعبد لله بالفلفلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بنادي الأموات، كان بيمشي للدجالين، ده منهج الصوفية. قال هو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصحابة محبة لمنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وما قرأ السيرة، ما جاف السيرة. صهيب الرومي قال ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا كنت حاضرها، ولا دخل معركة إلا وكنت معه حاضرها، ولا أقبل عدو يخاف إلا وكنت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان أمامه كنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خلفه كنت خلفه، وإن كان عن يميني كنت عن يميني، وإن كان عن شمالي كنت عن شمالي. الصحابة ذل. قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدو قط. كان يعدو الرسول ما بكون بيني وبين العدو، أنا بكون بينه وبين العدو. طلحة بن عبيد الله بن الجوزي قال لما كان يوم أحد برك للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله في ظهره، ثم أخذ يضرب الكفار والمشركين بيده بالسيف حتى قطع أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة.
ده انت بتحب الرسول اكتر منه صلى الله عليه وسلم.